اوكي خلونا اول مثال نبي نحله، نبي نحل الجملون مال او الترس مال شنو كان المتين. اول شيء نسويه خلينا نعرف ماده. الماده الماتيريال مال بس او هذه الماتيريال بسميها مات واحد الماده الاولى. دام ان انا مو قاعد احسب الهبوط ومعادلاتي سهله راح احسب او راح احط الارقام هذه. انزين وبعرف قطاع بسميه سكشن واحد وهم بسميه يعني بحط الاريا مالته واحد والاي مالته واحد. الحين ابي اعرف او ابي احدد الجوينتس وين اماكنهم. من يتذكر وين اماكن الجوينتس كانوا بغض النظر عن الترتيب الاحرف؟ بحط صفر وصفر. يلا نقلي واحده ثانيه. الاولى خلصنا صفر وصفر، ابي نقطه ثانيه. ستة وصفر. حطيت النقطة اللي تحت بعد نقول نقطة نعرف مكانها تذكروا. بغض النظر سي دي اللي هو ستة وأربعة هذه اللي على طول فوق السبورت. تمام ستة أربعة يلا واللي فوقها لا ستة ثمانية. أحسنت ستة ثمانية. تمام بعد باقي واحدة راح تطلع برا الرسمة ما في فايدة. ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة. أحسنت تمام ثلاثة. قلت ثلاثة بس ما قلت ثلاثة أربعة، أنا قلتها بالإحداثيات وهذا اللي تكلم اسمه أحمد يوسف. خلاص ماكو اللي راح يجاوب زين أقول فلان. إيه على فكرة اللي أعطاني الإحداثيات اللي قبلها مشاري والإحداثيات الأخيرة نواف واللي قاعد يأكل برد اسمه عبد الله. ثلاثة أربعة. تبونا على اليوتيوب ولا تبونا بس بالموقع؟ ها؟ دزة بتويتر. يلا خلينا نشوف اللي رسمناهم شلون صايرين. ها في شيء زمان. يا سلام عليك البرد البرد بدا يلعب. اوكي كاهم هذول هم. الحين انا عرفت القطاع قبل لا ابتدي بالنقاط هذه وعرفت شنو. الحين عرفت القطاع عرفت الماده وعرفت اماكن الجونز. شو المطلوب مني الحين؟ توصل. اوصل شلون اروح اوصل وهذه مو شابه شايفينها؟ في شيء ناقص. خلينا نشوف. يعني سويت الماتيريال شو اللي صار؟ انا طبعا سكشن شوف سكشن واحد 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 شو اللي صار؟ يمكن طقيته اوكي ما طقيته اد سكشن. شوف الحين شبت. خلينا نوصل طبعا توصيل كيفك بس ترتيب حلوها كذي 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 وعندي بعد واحده كذي وعندي واحدة كذي صح؟ انزين الحين ابي اروح حق الجوينتس هذول اللي هم كم ارقامهم السبورتات عند اي جوينتس؟ سبورت عند اربعة واحد واثنين. واحد واثنين كام؟ شوفهم تحت. تمام مفعول البرد بدا يشتغل. زين واحد واثنين اعدل السبورتات بالواحد بس واي ولا اكس واي؟ كلهم ولا قصدك السبورتين؟ واحد واثنين اكس واي. طبعا لاحظ الرسمه هني شوي مع يعني ما تسر الخاطر بس اول ما تطق ان شاء الله اوكي تعال. خلاص الحين اروح حق الجوينتس اللي عليها الاحمال. شنو الجوينتس اللي عليها اللود؟ اربعه. يلا خلينا نبلش باربعه. رايت كليك على الجوينت او النود وديفاين نيو لودز. يلا انا على الجوينت أربعة شنو القوه اللي عندي وباي اتجاه؟ بالاكس موجب ولا سالب؟ معناته سالب. كم الرقم؟ 600 اللي فوق ولا 900؟ 900. ها 900 اكيد اللي عنده خلي تشيك لنا 600. تمام 600 زين اد نيو. زين الجوينت الثاني بدل لا اطلع وارد ادش مره ثانيه ثلاثة اروح اكتب هني الجوينت ثلاثة وسالب 900 عدل؟ اد نيو.
بعد في شيء؟ خلاص اقول له رن، بعدين اقول له ورني شنو تتوقعون. كونفيرت موديل تو ترس، لازم تحول الموديل الى ترس. دق عليه حول لك الو الى جوينت، تقول له رن مره ثانيه. لما تحط له البي صفر وتحط الام صفر وتحط له الان وتشوف، خلينا نسوي زوم اوت او زوم اول. الارقام هذه مو غريبه عليك ولا غريبه عليك؟ شايفها قبل هالمره؟ ماينس 1000. طبعا انت بتعرف الارقام، شوف الضلع هذا، شوف الرقم اللي قاعد يطلع لك بالاسود. هذا القوه اللي فيه سالب، يعني كومبريشن ولا تنشن ما ندري احنا، خلينا نشوف نشيك. اول شيء توب فايبر عشان لا نغلط. زين، بس لاحظ سالب لا يزال سالب. اوكي، تنشن موجب، شوف هني تنشن موجب، معناته فعلا اي رقم موجب هني ترى شد، اي رقم سالب يعني ضغط. تبي تعرف كل ضلع، روح اوقف على الضلع وشوف الرقم اللي لما تتحرك يطلع وياك. كم طلع عندي؟ سالب 1750. هل كان عندنا شيء بالاجابات اللي عنده مصور الحل؟ سالب 1750. زين شنو هالرقم هذا؟ تشوفون هالرقم؟ هذا 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 والسالب على اليمين ينكتب بالانجليزي ولا على اليسار؟ معناته هذا الرقم مقلوب. مقلوب مقلوب مقلوب. سالب 900 هذا. كاهو تمشي هني كاهو، شوفه سالب 900. احسن لك انك تمشي على الضلع وتعرف، وتروح الضلع هذا 800 والضلع هذا هم 800. انزين تبي الرياكشنز، روح لفري بادي دياجرام، شوف شنو قال لك. قال لك هني حتى لو كان في سبورت مثلث ترى ما عندك رياكشن بالواي. الرياكشن بالواي يساوي صفر. هذا المثال الاول، خلينا نسيبه على الديسكتوب مبدئيا، ولا نسيبه بنيو فولدر نسميه تريننج، نسميه تروس. يلا ابي مثال ثاني، ما نبي نسوي، خلاص ما نبي نسوي ترس ثاني. ميثود اوف سكشنز، الكمبيوتر ما يفهم ميثود اوف سكشن مثل الجوينت، بس بوريك ان انت تقدر تحصل على الاجوبه كلها. انزين ابي اقول له نيو كنترول ان، شنو تبون نسوي الحين؟ نبي جسر، نبي جسر يكون حق مشاري في قوه مائله شيء، فطلعوا لنا جسر من اللي احنا حالينهم قبل هالمره. يعني عندنا الحل على اساس ان نقارن. الكورونا والكورس لما قلت لك لا تعتمد على التليفون، هذه النتائج، ما راح تعرف تدرس اذا مو حال بيدك، اذا مو كاتب بيدك. رسمنا له شيرو مومنت ولا ما رسمنا له؟ ما رسمنا له شيرو، ابي شيء فيه شيرو مومنت دايركت. هذا الجسر من الترم الاول عندك اياه، عندك الرسمه؟ هذا كذا، هذا فريم ولا جسر؟ لا جسر. حطني اياه خل اشوف. راح ارسم جسر الحين وياكم. الجسر النقطة الأولى مالته صفر صفر، هو عبارة عن كانتليفر راح تشوفونه الحين. النقطة الأولى صفر صفر، النقطة الثانية واحد وصفر، النقطة الثالثة واحد ونص وصفر. لحظة، إذا الثاني صفر معناته قاعد ترسم على الإكس، وبعدين اثنين وصفر، وآخر واحدة اثنين ونص وصفر، وآخر واحدة واحدة ثنتين ثلاث لأنها كانتليفر، آخر واحدة وأقول له أوكي. طبعا قبل لا أنسى import، بسحب من المعلومات اللي دششتها، معناها المعلومات سهلة، واحد 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 واحد، بس ليش أنا أتعب نفسي؟ أسحب الماتيريالز مالتي. الحين أقدر أرسم، لو أشوف أنا عندي ماتيريال كاهي جاهزة الحين من الرسمة اللي طافت، عندي ماتيريال وعندي سكشن كاهو، سوي زوم أوت أو زوم أول، يلا بوصل بينهم بالترتيب، واحد اثنين ثلاث اربع. مدام انه ما اعطاك انذار معناته انت موصف كل شيء جاهز.
الحين شنو اللي عندي؟ عندي على الأولى قوة إلى الأعلى قيمتها 15، فأروح على الواي 15 سالب ولا موجب؟ موجب. أقول له add new، شوف كاي كأنك قاعد تسحبها وقاعد تدزها من تحت. إنزين، وعندي على الجوينت هذه اثنين، هاي الخارص واحد الاثنين، وعندي مومنت باتجاه عكس عقارب الساعة موجب، والقيمة اللي عندي كم؟ كم تركي عندك؟ 10، لأن ما كتبت القيم بس كتبت هذا 10. add new، تشيك عليها هل هي نفس الرسمة عكس مع عكس عقارب الساعة؟ تمام. إنزين، وعندي عند الجوينت رقم 3 30 إلى الأسفل سالب، لا مو سالب، تحت هني سالب 30، تمام. والأخيرة الرابعة لتحت سالب 20. أوكي، هل هذا شكل الجسر اللي عندك؟ أوكي، لا تخاف من الشكل هذا، هذا معناته فيكس، سواء رسم لك الطوفة كذي أو كذي أو كذي، قاعد يقول لك إنه ترى ماسك أنا هني، فمو شرط يرسم لك الخط على الجنب. بعد شنو الخطوة اللي هاي؟ تذكر شنو 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 الثلاث أشياء اللي تسويها؟ تعرف المقاطع، تعرف المادة اللي قاعد خرسانة كذا، زين، وتحدد الجوينتس، وتوصل بينهم، وتعرف الأحمال. خمس خطوات. سويت الأحمال كل شيء، إذا أنت سويت هذول كلهم ما عليك إلا تقول له رن. وإذا طلع لك أصفر تحت معناته ما عندك مشكلة، تروح حق الـ N، رسمة الـ N صفر، رسمة الـ V وسوي لها زوم زوم أوت. شيك لي تركي. 15 بس نزلت 15 بعدين 35. اوكي، احنا قاعد نقارن مع حلنا في المحاضره. المومنت زوم اون، ها تصعد لها 15، تنزل بفعل هذه 10، ترد تصعد ل 12.5، بعدين تنزل الى 5، بعدين ها تنزل الى انزين. تبي تعرف، شايفين هذه؟ شوف شايفين هذه؟ شنو مكتوب؟ يعني شنو؟ ترى هذه معلومة مهمة تفيدك. القيمة صفر هني، متفقين ولا لا؟ قيمة المومنت هني صفر، صح ولا لا؟ at at 0.14 على مسافة فاصلة 1.4 من وين؟ من الجوينت هذه. شوف انا هني واقف على الجوينت، لما امشي المسافه شوف 0.2 0.4 لما توصل 0.14. اذا انت عرفت انه من يقول لي المسافه من هالجوينت ليه هالجوينت كم؟ تذكرون؟ اثنين، لانه واحد ونص ونص. عيل لو اسالك انا المومنت تساوي صفر في مكانين، انت شايفهم ولا لا؟ وين المومنت الاولى تساوي صفر؟ اول شيء at x equals zero، مسافة ال x zero. والمومنت اللي صفر الثانية at x تساوي كم؟ لا ما في شيء اسمه بصفر من النقطة اللي يمها. اقول لك x تساوي رقم، شنو الرقم هذا؟ 1.4 0.1 0.1. إذا الجسر كله مو مو ثلاثة. واحد نص نص نص. نص. أربعة ونص. إيه. اثنين 1.4 صح. اثنين تقول المسافة للجوينت اللي قبل وتزيد عليها الرقم اللي معطيك إياه. واضح؟ بعد يلا خلنا نسيف هذا نسميه. ولا تدرون شلون قبل الله هذا؟ شنو كان سؤالك مشاري؟ شنو تبين شيء غريب تبي تحطه؟ حمل مايل؟ حمل مايل بس مثلث ما في مشكلة، أنت تبطله برا على الورق وتحطه إكس وواي. يعني الشغل هذا أنت تسويه برا. أنت بطله كأنك تقعد تحلله. وداخله هني إكس وواي، ولما تدخله إكس وواي عندك طريقتين، يا أنك تشوفه إكس وواي، يا أنك تقول له لا ميل لي يا بالله.
اسهل لك تقول له ميل لي اياه علشان تقارن بمنه بالرسمه مالتك. الجواب ما يبطل البرنامج شلون؟ ما يبطل اللي قال بلا انت الدخل. لا انت الدخله مبطل اصلا فهو يعطيك اختيار للرسمه اثنين يا يرسم لك اياه مايل يا يرسم لك اياه مثل ما انت دششته. بعد زين انا كان ودي الحين خلينا نقول ان هذا كان مثال من الامثله اللي انت سويتها شلون راح تعطيني اياه الحين بمشي وياك ما دام احنا قاعد نسجل بمشي وياك عرفنا شلون نحل المثال هذا زين بمشي وياك الحين عقب ما تحله شنو الخطوات الجايه علشان تسلم يمين البرنت يمين شنو البرنت هذه مو برنت ريزلت اناليسس نتائج التحليل اذا ضغطت عليها روح على فول ريبورت الفول ريبورت تقدر تنظفه قبل لا تاخذه من البرنامج تقدر تنظفه هو هني شلون شيل هذا وهذا 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 راح يعطيك العنوان والرسومات الثلاثه هذول الثلاثه هذول تشيلهم راح يعطيك بس العنوان والرسومات اذا تبي اذا ما تبي تقدر تشيلهم بالوورد بس من البدايه شيلهم بعدين تقول له سيف تذكر ان انت عندك بالجسور بالبيمز عندك مثلا لازم تسوي كم مثلا 5-7 شيء كذي فمثلا هذا الجسر الاول مثلا فتروح فولدر ملف انت عندك او مجلد على قولتهم تكتب بيم 1 وتخلي يا ريت اسم الفايل مال التحليل بيم 1 زين فتقول له اوكي الحين تسيف عندي بيم 1 اقول له اوكي وخلني اسيف هذا بيم 1 بعد بيم 1 الحين خلصت اروح على الديسكتوب الاقي فايل وورد RTF RTF اختصار Rich Text Format ان الفورمات هذه او الشكل التكست اللي فيه مو تكست عادي بسيط لا فيه بولد فيه خط متين فيه خط ضعيف فيه صور ما يفرق عن الفايل اللي هو DOC ولا DOCX اللي هو مال الوورد العادي بس هذا اعلى درجه من التكست فايل اللي هو الخط العادي نبطله هذا الفايل طبعا انتم شايفينه مشوه ان شاء الله شايفينه مشوه انزين اول شيء تسويه ابيك تسوي هالشغلتين لاي اوت سوى اول شيء من اليسار زين مارجن واخذ نارو صغر الهوامش عشان تستغل ورقه كثر ما تقدر هذه واحده ثاني شيء سايز اي 4 ثالث شيء تروح على اي رسمه فيهم وتبتدي تشوف السايز اللي يناسبك جربت 8 للحين نشوف اطرافها طالعه جرب لا انزل شوي 7 ها خلاص عرفت ان السايز اللي تبيه شنو 7 لا وتروح على الثانيه مرات شوف اذا طقيت برا وطقيت على الثانيه هذه شوف لا امش 7 ليش تبيهم كلهم نفس السايز بالضبط عشان وقت الطباعه يكون شكلهم مرتب انا ادري انك تسحبها تصغرها على كيفك لكن ممكن واحده تسحبها 6.5 واحده تخليها 7.25 ترى اقدر حتى ثاني كل ما ضغط 7 ما تقدر لا لازم تمشي واحده 7 واخر واحده 7 انزين سؤال اهم هل انت محتاج في التقرير مالك كل هالرسومات ولا لا بس الشير والمومنت تبي الشير والمومنت والان ليش لان مو كل الجسور فيها في جسور فيها احمال مائله فتعود انك تحط الان حتى لو صفر لكن احنا هني بالجسور مثلا والجملونات ما راح نحتاج الهبوط دلتا فروح انت واختصر على نفسك شيل هالرسمه شوف الشكل النهائي هذا الشكل النهائي حق التقرير مالك
بس ما خلصت للحين. في شغلة ثانية تروح هني وتكتب بيم 1 زين، وآخر شيء تسويه تظلل عليهم كلهم وتطق هذه التنصيص أو التنصيف تخليهم بالنص، وقت الطباعة يكون شكلهم مرتب. شوف إنزين، مو ملاحظين إن عندي رسمتين فراغ وايد، رسمتين فراغ وايد، رسمتين أو رسم وفراغ وايد، ها شلون أحلها هذه؟ ما أبي يعني رسمتين وفراغ وايد. صغر شنو؟ صغر شنو؟ إذا صغرت الصفحة يطلعون الصور أكثر. وقت الطباعة ما أبي فراغ هني. شيل المساحة، شيل هذا ترى ما أقدر حدد المساحة بالأجزاء بطيق نمسح حاولت ماكو فايت. ها شوف لا في طريقة أفضل وأنظر. أول شيء لا تروح على الصورة 6.5 طقي هني 6.5 علشان كذي أول فايل هو اللي راح تتعب فيه. 6 مرات تنزل لي 6 ترى الحين إذا ما صعدت هذه خلاص صعدت، عرفنا أن 6.5 راح يضبط لي الأمور. 6.5 هذا شكل التقرير مالك علشان بس تكون في الصورة. خلصت سيف كنترول اس ولا سيف حزتها تقدر تطبق. واضحة العملية؟ في اي استفسار؟ إذا فيكست يعني ممسوك بالإكس وممسوك بالواي والدوران خلاص ممسوك بكل اتجاه. بس إن الرسم إذا صار تحت ولا على جنب. إيه هذه تفرق، هذه تفرق يعني غير هذه مو الطوفة ما راح تفرق يعني. بس رسمتك بالمسار. أي واحدة. فوق. إيش فيها؟ الفيكست وهو كذي كأنه مرسوم نفس ما أنا أرسم على السبورة ما يضر. الفيكست بس. لأن شنو ثلاث اتجاهات لأنهم ثلاث اتجاهات ما عندك رابع ممسوك بالثلاثة عاد شو ما يرسمه يرسمه. لكن شباب سؤال مشاري شوف هني لو أنا شلت هذول الاثنين شايفين شكل السبورت مثلث لكن مو على الأرض على الطوفة. اي اوكي المثلث على الطوفة. سؤالي لك الحين شفت ثبت شكله الحين شوف شكله الحين يفرق عن هذا؟ شنو اللي يخليك تقول يفرق؟ ما اسمع شنو هو اللي على الاكس؟ شنو عيل شنو اللي يفرق؟ انا رسمت على الاكس ورسمت على الواي. الرياكشن يفرق. الرسمه الاولى كان الرياكشن كذي على الاكس لكن الرسمه الحاليه الرياكشن الى الاعلى. هذه تفرق وياك سمع له. لكن بالطوفه ممسوك بالاكس والواي والدوران فاذا رسمه كذي او رسمه كذي نفس ما انا رسمت على السبوره نفس الشيء. هذه يقول انا عندي هني رسمتين اخر شيء ما مو محتاج الثالثه. يعني أنا عندي هي الأبعاد بالإنش. أنا أقدر أقول له إذا ماني غلطان هني بالأوبشنز في طريقة إن أقول له يبقى الأبعاد مالتي أبيها بالملي أو بالسانتي. أنت عندك شنو مكتوب بالسانتي ولا بالملي؟ سانتي. كأشوف هني show measurement in units of سنتيمتر. أوكي شوف الأرقام اللي عندي الحين. شوف عرض الصورة كم؟ 16.5 16.5 لا 6 إذا حطيتها 16.5 راح يطلع نفس ورقتي بالضبط. بس ما يعطيك 8 عادي أهم شيء لما تطبعها تعرف تقرأ الأرقام اللي عليها بس. ها
هذه نقطة مهمة شباب، اللي أرقامه هني بالسنتي يستخدم 6.5، واللي أرقامه هني بالإنش يستخدم عفوا هني 16.5 وبالإنش 6.5. في استفسار بعد؟ استفسار بسيط، إذا بخلي مثلا المادة واحد وشذي عرض. أوكي، يعني تبي تخليها ما راح تغيرها. إيه. أوكي، شفت أنا شنو سويت بالفايل الأول؟ عرفتها أول مرة، وبالفايل الثاني قبل لا أبتدي سحبتها من الفايل. شلون تسحب؟ يلا خلينا نجرب بعد مثال. كنترول S سيف، كنترول N نيو، نيو فايل. نبي نسوي شيء جديد. الشيء الجديد يقول شوف شوفني أنا الحين أبي أرسم على طول، أطق هني وأمشي. ترى أقدر أسوي كذي. بس 7 متر برسم شيء طوله 7 متر او 8 متر، بس الحين اول ما اهد يقول لي ترى انت ما عرفت المواد. طق شوف طبعا شنو قال لي؟ تو ديفاين ان اليمنت، علشان تعرف عنصر ات ليست وان ماتيريال هاز تو بي ديفايند فيرست، على الاقل يكون عندك ماتيريال واحده انت معرفها. أوكي. يقول لك دي وان تو اد ماتيريال وان ناو، تبي تحط الماتيريال الحين؟ قول له اوكي. زين انت تعبان في الماتيريال توك بالمثال اللي قبله، اكس عليه. زين عرفت انت الحين، فانت شو تقول له؟ اول شيء تولز امبورت ماتيريالز سكشنز، اسحب لي او استورد امبورت استيراد، يعني يجيب لي من فايل ثاني قيم الماتيريال والسكاشن، سوي عليها كليك. يقول لك تبيني اسحب لك الماتيريالز، واذا في ماتيريال مكرره، اذا عندك ماتيريالين نفس الشيء بالضبط، يعني واحد مسميهم بالغلط ماتيريال واحد ماتيريال اثنين، بس شنو الاي نفسها والاي نفسها نفس الشيء خلاص. فقاعد يقول لك اجنور دوبليكيت ماتيريالز، يعني تبيني اهمل اذا لقيت ماتيريالين نفس الشيء ما يبهم اثنيناتهم اسحب واحده. قول له اوكي تمام، انا كنا قاعد ننظف لك وهي. ونفس الشيء حق السكاشن، براوز تروح تدور الفايل اللي تبتسحب منه. احنا اشتغلنا اول شيء على الترس، اول شيء اشتغلنا على الترس، فخلنا نقول هو الترس هو الاساس. طق عليه قول له اوبن، علشان تطمن انت كم ماتيريال كنت معرف بالبيم؟ واحده وسكشن واحد. يقول لك ماتيريال فاوند واحده وماتيريال امبورتد واحده. انا لقيت هناك ماتيريال واحده ويبت ماتيريال واحده، لان مره يلقى اربع ويجيب لك ثلاث. ليش؟ لقى واحدة مكررة معه. أحسن، نفس الشيء السكشن، قول له أوكي الحين هو مو محطوط لك واحد، روح مرة ثانية وحاول ترسم. ايش رأيك؟ سكت ما قال لك شيء لأن عندك ماتيريال سؤال. أوكي أنا الحين إيش بسوي؟ أنا عندي بحط هني طوفة، بحطهم كلهم طوف. وبي هني وبعرف حمل موزع بالتساوي الى الاسفل قيمته سالب 10. من عندها لحاسبه الطول 8 صح؟ ابيك تطلع لي، ابي اثنين من الحاسبه، ابي واحد يحسب لي 10 ضرب 8 تربيع يطلع 640 صح؟ زين مره ابيك تقسمها على 12 كم؟ تقسمها على 12 اي 53. تذكر هالرقم 53، وابي واحد يقسمها على 24. ابي واحد يحفظ هالرقم والثاني يحفظ الرقم هذا. زين 53 ثلاثات و 26 6. زين انا الحين عرفت القطاعات، وهذا شوف رن اصفر يعني شنو؟ اوكي اتوقع الفي كم الرياكشن هني وكم الرياكشن هني؟ الرياكشن هني كم والرياكشن هني كم؟ هذه طوفه وهذه طوفه 40 40. خلينا نشوف الاكس. زين الاكس صفر بس في مومنت هني، هذا اللي انت ما تعرفه. خلينا نشوف طبعا الان بصفر، الفي وين اللي قال 40؟
المومنت راح تشوفون الحين على الشاشة رقمين شوفوهم بالله 53.33 الرقم الأول اللي على 12 على الأطراف واللي بالنص على 24. أنا شلون حسبتهم؟ أوكي الجواب الأول لأنا دكتور لازم أعرف السؤال صح ولا لا؟ صح. لا أنت عندك القانون مال هذه الحالة تذكر ما عندك حالة فيها طوفتين حمل موزع بل 32 حالة اللي عندك بالأوراق راح تلاقي M ميدل W L تربيع على 24 و M على هني واللي هني W L تربيع على 12. الشيء اللي مو يحير الشيء اللي يقول والله في ربط أنت لو شوف الحين على الشكل على الشاشة هذه لو ترسم خط من ال 35 هذه لل 35 هذه خلينا نتفق أول شيء هل الخط هذا مايل ولا سيدي راح يكون؟ راح ترسمها من ال 53 هذه الى ال 53 هذه راح يكون خط سيده لان هذول النقطتين كذي صح؟ زين ابيك الحين طالع الرسمه من ال 35 او من 53 لين 53 وامش بيدك شو تشوف؟ من ال 53 كان على الشاشه من ال 53 وابيك تمشي لين 53 كذي ورد لين 53 شنو الشكل اللي صار عندك؟ يعني كذي مغوص وكذي نص دائره مو نص دائره قوس وسكرته من تحت خط سيده هالرسمه هذه ما تذكرك بشيء هذه بس اللي هي كذي ومن تحت خط هذه رسمه مومنت فلازم اول شيء تذكرك برسمه مومنت لا طالع هذه اللي نصها تحت نصها فوق لا ابي اللي هذه من تحت كذي كامله وكذي رسمه المومنت قاعد اقول لك شنو الجسر اللي رسمت المومنت مالته؟ زين اللي كذي مالك شغل بالارقام هني تبتدي وتنتهي هني ومقوسة وخط هني تحت كان مركز طيب روحي بالبرد روح ما تشتغل بالبرد ها شنو رسمة المومنت شنو رسمة المومنت او شنو الجسر اللي رسمت المومنت مالته؟ قوس من اول شيء لاخر شيء كذي قوس واعلى شيء بالنص قوة بالنص مركزة ولا شنو يعني؟ حمل موزع. إذا حمل موزع إذا مركز راح يصير مثلث الرسم. حمل موزع شلون صاير؟ البداية والنهاية كتوب. هو قاعد يجاوب شلون صاير موزع؟ الموزع نفس الجسر هذا من البداية للنهاية. موزع زين إذا نفس الجسر هذا راح يعطيني نفس الرسمة. شلون؟ أنت قاعد تقولي نفس الجسر هذا بالضبط؟ تقريباً. شو الفرق عيل؟ شو الفرق؟ هذا الجزر ها يمكن الحين تجاوب هذا الجزر شو الفرق بينه وبين الجزر اللي ببالك انت تقول الجزر اللي ببالك حمل موزع بالتساوي كذي تمام زين شو الفرق هاي ليش هذا عطاني رسمه نصها فوق نصها تحت هذا هذا فيكست فيكست اللي ببالك شنو اللي ببالك شنو مثلث دائره اللي هو هنج ورولر صح اعلى قيمه للمومنت في النص من يتذكر قانون هذا؟ دكتور W L على 8 تربيع W L تربيع على 8 زين سؤال واحد يمسك الآلة الحاسبة وبعينه كذي يشوف الجسر اللي أنا راسمه الحين ويقول إن هذا أوله مثلث وآخره دائرة وقلت لك أبي المومنت اللي بالنص. الماكس. إيه شلون تحسبها؟ 10 ضرب 8 تربيع حلو على 8 يعني 8 تربيع و8 تربيع يروح مع هذا 10 شلون 10 8 تربيع على 8 كم 8 تربيع يعني 8 ضرب 8 خل واحدة منهم تروح ويا اللي تحت ها كم الجواب يصير الجواب النهائي 80 الجواب النهائي كم 80 الحين ابيك تطالع الرسمه هذه اجمع لي هالرقمين هذول بس مو سالب وموجب اثنيناتهم موجبين 80 هذه 80 الرسمه اللي انت شايفها ترى هي نفسها دبليو ال تربيع على 8
لكن لأنه صار في مومنتات على الأطراف نفس الرسمة نزلت. كانت أول صفر تبلش من الصفر تصعد للثمانين وتنزل للصفر، لكن لأن الحين صار مومنت هني ومومنت هني نزلوها نزلوها، هل هذا الشكل تغير؟ مجرد أنه تحرك فوق وتحت بس. ممكن ممكن أن المومنت اليمين تصير غير عن اليسار. أوريك أوريك طريقة إذا المومنت اليمين غير عن المومنت اليسار. شوف خلك خلك ثواني وياي ثواني. أوكي هذا خلينا نقول أنت عندك الحين الجسر صاير كذي. نشوف عاد يرسم ما يرسم. يرسم يعني. كا أوكي الجسر صاير كذي. رسمة المومنت إحنا قلنا كذي صح؟ اللي فوق 80 واللي تمسح حليناه كان كذي هني وهني وبالنص هني كذي وكذي صح ولا لا؟ إنزين أنا أقول لك لو يالك حمل أو شيء وكان كذي هني نازل وايد هني نازل شوية ويصعد وكذي، هل إحنا حافظنا على دبليو إل تربيع على 8 ولا ما حافظنا عليها؟ لا 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 حافظنا على الشكل الأساسي مال دبليو إل تربيع على 8 ولا لا؟ ولا لف كذي وكذي؟ اللي صار شباب اللي صار إن الشكل هذا لا يزال دبليو إل تربيع على 8، لكن إذا تبي تعرف شو تسوي وصل بين هذه وهذه الارتفاع هذا اللي في نص الخط هذا دبليو إل تربيع على 8. ترى هذا دبليو إل تربيع على 8 كانت مفتاح حق باقي الرسومات كلها، علشان كذي لا تستغرب إذا أنت شفت دبليو إل على 8 فجأة نزلت من هني وصعدت من هني، لكن لا يزال الشكل مقوس إلى الأسفل. كان تذكرون كان دائما سؤالكم ليش إلى الأسفل ليش مو إلى الأعلى؟ بعد ترى الرسمة عندي طلعت عكس كده. عكس حلو شيء متوقع. تعال هني NVM وتأكد ان التوب فايبر نشوف. قل لي باقي الاختيارات. تنشن عليها صح؟ كلوك وايز بوتوم على صح. معناتها شنو القوة اللي انت حاطها؟ شلون اخاف لفوق؟ معرف القوة العشرة مو الى صاعدة لفوق القوة صح؟ الحمل الموزع تحت بس طلعت اشوف شوف رايح لفوق. لا احنا القوة قاعد تنزل للاسفل. نسيت تحط سالب، روح غيرها حطها سالب بس. شلون اسهل طريقة؟ لا لا اسهل طريقة تروح على المنبر نفسه كذي. شوف شوف على المنبر نفسه. افرض انا لعبيها موجب على المنبر لود لود هذه بروبرتيز واروح حق الرقم هذا ابلش من سالب 10 اخليه 10 وهذا 10. ليش في رقمين هنا؟ توقع ليش؟ شنو يعني فورس اف واي اي وفورس اف واي جي؟ اف واي معناتها القوه في اتجاه الواي، بس في اي عقبها واحده والثانيه عقبها جي. اسهل طريقه انك يعني تجاوب على هالسؤال ان يكون الكمبيوتر قدامك ولا تخليهم سالب 10 سالب 10، خليهم سالب 20 سالب 10. شوف شو يصير. انا ادري ايش راح يصير لان انا فاهم فكره الاي والجي. عشان خليهم سالب 10 انت الحين بالنسبه لك خليهم سالب 10 سالب 10 عشان تمشي ويانا ماشي. الحين صلحتها شباب. اذا خليت هني مثلا سالب 30 تمام منصور. خلوا الاولى سالب 30 تغير. شنو الشكل اللي طلع وياك؟ لا قول لنا اوصف لنا عشان الناس. لا ما بالمومنت. لا ابي رسم ابي رسمه الجسر العاديه. لا لا ترسم لا تطلع لي المومنت. رسمه الجسر 30 وما زال 10 معناته شبه منحرف. الحمل يطلع شبه منحرف. شوف هذه سالب 30 صح. ثبت اللي راح يصير هنا. ثبت اللي راح يصير هنا. طيب وإذا خلينا العشرة صفر إيش راح يصير؟ راح تصير رسمة المثلث مالتنا.
فهذه معناتها شنو؟ الاي والجي ترى النود اللي بديت فيها كم عندها، والجي النود اللي انتهيت عندها كم عندها. ها في اي استفسار يا شباب بعد؟ خلصنا؟